فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. نعم، الجاهلية هو ما كان عليه الناس قبل البعثة، هذا هو الجاهلية، ولا سيما العرب والأميون، فإنهم لم يكونوا على شيء أصلا، بل كانوا على عادات وتقاليد ابتدعوها، وعلى كفر وشرك بالله عز وجل. فالإسلام جاء بإزالة كل ما كان من أمور الجاهلية. والجاهلية قد يكون صفة، قد تكون صفة وقد تكون مكان أو حال من الأحوال، فالجاهلية تتنوع. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهي الطعن في النسب، لما طعن في نسب أحد الصحابة لكونه مولى من الموالي، فهذه عده النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية. والفخر بالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، والفخر بالأحساب. والثاني الحال، وهو ما كان من أحوال الجاهلية، سواء في عباداتهم أو في عاداتهم الخاصة بهم أو نحو ذلك.